يعني احنا ايش ما نحكي على 2007، يعني تظهر عندنا بعض الأسئلة وأكثر من سؤال. خلينا نحكي على موضوع، يعني أنت حضرتك بعد التتويج كان أكو دعوة للمنتخب العراقي في دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالية كانت للمنتخب الوطني. أنتوا الوفد الإعلامي ما أخذوكم للإمارات، شنو الأسباب؟ شوف أستاذ علي، يعني إحنا بنرحنا منا وجميع بما فيه الاتحاد ما كان متوقع يحصل على كأس البطولة. الله وفقنا ووفق المنتخب هسه بالدعوات بالمستوى بالحظ اخذنا الكاس. زين، اجت دعوه لل، يعني احنا بنرحنا انا ورافق واحمد قاسم الزميل كاظم الطائي على اعتبار على الصحفيين الرياضيين، الصحافه الرياضيه كان معاهم. زين، احنا ثلاثتنا طيله ايام البطوله سكننا فندق بعيد عن المنتخب وبعيد عن الاتحاد. لكن تقول لي مثلا احنا بذاك الوقت تكلمنا او لا؟ ما تكلمنا حتى بعد البطوله ما تكلمنا. بس انتم جزء من الوفد مفهوم؟ يعني احنا انا بما المتحدث قلوبنا ويا المنتخب ويا الاتحاد، ما حكينا اي مشكله. ترى المشاكل احنا قمنا نحكي بها ورا 10 سنوات او ورا 7 انا شخصيا يعني. ايه نعم. وحتى الزملاء الاخرين. لكن ما احس بالنفس يعني دعنا عن موضوع التكريم او كذا، هي دعوه اجت رئاسة الوفد والسيد الأستاذ حسين سعيد، يعني مشوا على الأمر الإداري. مشوا على الأمر الإداري. مال الأولمبية. وإحنا تركونا. تركوكم. إي الحمد لله والشكر، إحنا عندنا محبة الشعب العراقي والتاريخ عن عد اللعبة. زين. تسوى يعني. زين. شو أقول لك؟ بس هي تحس بالنفس وبالتالي قالوا يابا على نمشي على الأمر الإداري. هو الموضوع. الله وياكم وموفقين. أها. فلا جواز دبلوماسي ولا قطعة أرض. جاك على جواز الدبلوماسي. ولا جواز دبلوماسي ولا قطعة أرض ولا تكريم ولا كل شيء. جينا هنا السيد رئيس الوزراء كرمنا الأستاذ نور المالكي. إيه. وهاي الموضوع يعني انتهى ببقته يعني. أنا بالنسبة لي. أنت تحس ظلم لو مظلم؟ والله أنت شو تحس؟ يعني إحنا وياهم. أنا أحس المفروض تكرمون. شهر كامل لا هم ما حتى حب الحجوزات احنا نحجز على حسابنا. أه. بالفنادق ما يخلونا. يعني شلون رايحين وفد وياهم؟ احنا رحنا وفود يقول لك انت ممثل عن قناتك، قناتك تصرف عليك. وخوب رافق العقابي يجي على حساب الخاص خطيئة. أه. واحمد قاسم ايضا. وهذا الموضوع يعني هم طاروا للامارات واحنا طرنا للاردن. يعني شاهدنا الاحتفاليه من الاردن. اها. اي بعد يومين ثلاثه الله وفقهم كرموهم الشيوخ الامارات وطبعا نشكر دوله الامارات على التكريم لهم. جونا بالاردن وهذا الموضوع وجينا بالطياره ورجعنا لبغداد والحمد لله والشكر. احنا عندنا محبه الشعب العراقي وهذا الهدف مال عيد تسوى الدنيا وما بيها. اها. إيه. بس انت بداخلك حسرة ضوج. انت شنو الضوج استاذ علي؟ يعني انت لو مثلا اسئت لي احد اعضاء الاتحاد لا تعاملك مو طيب وياهم مثلا، لا تكلمت على لاعب، تكلمت على مشكله، بالعكس انا كنا انا والزميل رافق والزميل احمد عون يعني للاستاذ ناجح والاستاذ حسين وتعاملهم طيب. انا اقول لك يستقبلوك وهذا وكذا بس بهذا الموضوع قلت لك صار هذا مو احنا رسنا انسحبنا من المطار، انسحبنا من قالوا يابا احنا نمشي على القائمه. الله وياك. زين. حوار على التنفيذ ركنيه لمنتخبنا. يا رب يا رب اديلك يا ربي فرح قلبي وفرح شعبي يا رب في هذه الكره. حوار حوار قول له محمد حوار على التنفيذ حكم شيخ كريم عوار. يلا يا عوار يلا يا عوار كل لعب من عوار ممكن جول ممكن